بسم الله. في ادنس كويس اسمها بيم سينك، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن انت بتصدر ملف الاي اف سي وتشوفه عبر الانترنت وتبادل المعلومات مع الناس. تمام، يعني لو جينا نبص على الصورة ديت اهي، انت بتشغله، هو بيعمل ابلود للملف دوت على الموقع بيم سينك، وبعد كده اي حد يقدر يدخل ويشوف الشغل بتاعك ويقدر يتصفحه. هيبقى بالشكل دوت. انا اشتغلت على حاجات مشابهة كده وفعلا بتبقى مفيدة جدا، بالذات لو انتوا شغالين في اكتر من شركة او في اكتر من مكان، بتقدر تبعت الشغل لحد تاني يشوفه من خلال المتصفح، بيبقى سهل جدا. وحتى لو هو ما عندوش ريفيت يقدر يشوفه ويقدر يقول لك كومنتات. وفي بعض العقود دلوقتي بيبقى مشترط ان الشغل بتاعك يكون موجود اونلاين على اي سيرفر، بحيث ان هو يقدر يشوفه ال24 ساعة، في اي وقت يقدر يدوس على الزرار يشوف الشغل، يشوف انت وصلت لحد فين، ما يستناش لحد ميعاد التسليمة.